ظن بعد ما سمعنا مايكي فيبرا والعادي امينو الى جانب رئيس نادي الرياضه استاذ هشام جارودي. اول شيء بقول لك مبروك لبطوله غرب اسيا بعد ما التقينا لنقول لك مبروك. اليوم عم ينتهي الريجولر سيزون قبل ما نبلش مرحله جديده، حكمه رياضي بقاعه صعب سيب المناره، تاريخ كبير بين الفريقين بدا من سنه 94، كيف شايفه بعد مرور هالسنوات كلها؟ يعني شايف الجمهور الكبير اللي موجود، وانا بقول لك بكل صدق لعبة كرة السلة بلبنان حلاوتها حكمة ورياضة، ورح تضل لسنوات رياضة وحكمة مدى العمر، لأنه اللي أسس هالفرحة واللي أسس هاللحمة بين الشرقية والغربية وبين الرياضة والحكمة الله يرحمه أنطوان الشويري بضل بقلبنا وبضل نلعب باسمه. لبنان ما بيمشي إلا بالوحدة الوطنية وبالفريقين اللي عم يوصلوا على الفينال، ان شاء الله بنوصل نحن والحكمة على الفينال. انا بدي اشكرك، اكيد بدي اشكرك رئيس نادي الرياضة. انا بدي اقول لك من هلا ال بي سي لها بقلبنا معزة كبيرة، وخاصة غياث، لأنه أنت ناقل الحقيقة الرياضية لكرة السلة من سنوات على كل بيت. الله يوفقك، بضل في بعض الأمراض نفور ومساوئ من كلام ومسبات من بعض الجمهور سواء عندي او عند غيري، هيدا ما بيأثر على الاساس القوي اللي هو ال بي سي عمود كرة السلة. انا بدي اشكرك اكيد استاذ هشام جارودي، بنروح لنشوف